ما أثرى المعلومات نجنيها من حلقات بليبي. مرحباً، هذا أنا بليبي. نحن في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن. هاي، شاهدوا هذه، إنها لوحة معلومات الحديقة وعليها خريطة حديقة الحيوانات. أتساءل ما الحيوانات التي سنراها اليوم في الحديقة؟ أو ربما سنرى فيها الدب البني. سيكون هذا رائعاً. أو سنرى ولديهم غوريلا أيضاً. انظروا، هناك أنواع مختلفة من الحيوانات كطائر الفلامينغو. رائع. واو، ما هذا الحيوان الطويل؟ هذه زرافة. إن الزرافة طويلة جداً. حسناً، سنتعلم كثيراً عن الحيوانات اليوم. هيا بنا. رائع، شاهدوا هذا المكان. إن هذا الموطن الطبيعي يشبه ألاسكا أو المحيط الهادئ أو كندا. حسناً، لقد أحضرت معي بعض الطعام للحيوانات. لكن لحظة، احذروا أصدقائي، أي حيوان يعيش في هذا الموطن؟ نعم، إنه دب. دب كبير وهو حقيقي. لونه بني. أحسنتم، إنه الدب البني. واو، متشوق إلى رؤيته. هي، لقد حصلت على إذن من أجل توزيع هذا الطعام على الحيوانات، وذلك لتستمتع به. هيا بنا. حسناً، أحضرت حبوب البني المطحونة. أترونها؟ أجل، إنها القهوة المعروفة. وإذا وضعنا بعض من القهوة هنا، فإن الدب البني سيتدحرج فوقها، فهو يحب التدحرج فوق القهوة. لننثر بعضها هنا هكذا، كدنا ننتهي. لننثر أيضا قليلا هنا. لقد انتهيت. حسنا، لنضعها في هذا المكان، ولكننا سنأخذها معنا عندما نغادر. أصدقائي، شاهدوا هذا، إنه بسكوت. الدبابة البنية تحب هذا البسكوت، لذا سنضع بعضا منه. نعم، في هذا المكان. هيا بنا. حسناً، سأضع هناك لأزين لها الطريق. انتهيت. ما هذا؟ توابل فطيرة اليقطين؟ يام. إذن سأرش قليلاً من هذه التوابل هنا. حسناً، بقي بعض البسكوت. شاهدوا هذا أصدقائي، معي كثير من الفواكه والخضر في هذه الدلو. أجل، أحب الخضر والفواكه، مثل الكرفس مع زبدة الفستق والعسل أيضاً. يام. يبدو أن لدينا بعض العنب. يام. وهناك بعض الإجاص، وثمة بعض الجزر. واو، وأيضاً تفاح. وبطيخ أحمر. والآن سأضع قطع البسكوت على هذه الجزيرة الصغيرة. حسناً، انتهيت. رائحة هذا الغذاء زكية. هيا لننثر قليلاً من توابل اليقطين. جيد، وبعدها سأكمل الطريق إلى الأسفل لأضع بعض الطعام هناك. واو، سيحظى هذا الدب اليوم بوجبة طعام شهية. حسناً، والآن سنأخذ حافظة الطعام، وبعدها سنخرج من هنا ليتاح للدب أن يستمتع بتناول الطعام. واو، انظروا، هذا كيما. إن كيما دب بني ضخم، وقد أحب الطعام الذي وضعناه له هناك. أحسنتم عملاً، لنراقبه.
إلى هذا. رائع! هذا اسمه ديف، وديف ذكر زرافة. إنه طويل كثيراً. تفضل يا ديف، أنا أطعم ديف بعضاً من أوراق الخس، فهو يحب تناول الخس والملفوف. مرحباً، كيف حالك؟ أوه، راقبوه، إنه يستعمل لسانه بدلاً من اليدين للإمساك بطعامه وسحبه إلى داخل فمه. واو، إن ديف حيوان رائع. تفضل ديف. أحسنت، والآن إلى لقاء ديف. علي أن أزور بقية الحيوانات، هيا بنا. هذا، نحن في مسكن الغوريلا الخاص بها. واو، انظروا إليها، إنها لطيفة جداً. إنهم يرمون لها الغذاء لتتناول بعض الوجبات الخفيفة. أحب الوجبة الخفيفة. جميع الغوريلات تعيش هنا في مجموعة اسمها قطيع. قطيع غوريلات. رائع، كل الغوريلات هنا هن من الإناث ما عدا اثنين. أرأيتم الأكبر حجماً ذو ظهر رمادي؟ أجل، هذا هو الغوريلا هانشو، وهو الزعيم من فصيلة الظهر الرمادي. وجميع هذه الغوريلا هنا أصلها من السهول الغربية. أيضاً هناك ذكر آخر، إنه صغير الغوريلا وهو لطيف جداً. حسناً، لنراقبها وهي تأكل طعامها. إلى هذا، أجل، إنه يسمى جعل الفاكهة، نوع من الخنافس. ما نوع الفاكهة التي يأكلها؟ واو، نعم، يبدو أنه الموز. يام، أنا أحب الموز أيضاً. واو، انظروا أين أنا؟ أنا في مختبر الحشرات. هنا تعيش كل أنواع هذه الحشرات وتأكل وتنام. نعم، في هذا المكان تعيش دائماً. رائع، يبدو أن في الأعلى كثيراً من عناكب الرتيلاء. واو، وفي الأسفل حشرات عصوية، وموطن هذه الحشرات هو غينيا الجديدة. رائع، إن هذا مدهش جداً. واو، يبدو أن في الخلف أنواعاً مختلفة من الحشرات. واو، هناك كثير من العناكب. هذه عناكب سامة، نحن بلا شك لا نريد فتح هذا الصندوق الخطير. نعم، وإذا ذهبنا إلى الغرفة المجاورة فسيحضرون لنا بعضها لنتمكن من رؤيتها من كثب. هيا بنا. واو، انظروا إلى هذه. واو، إنها حشرة حسناء الغابة، رائعة، لكن ما لونها؟ نعم، إن لونها هو اللون الأخضر. لقد علمت بأنها الأنثى لأن الذكر لونه بني والأنثى خضراء. أجل، إن شكلها يشبه ورقة الشجر. تبدو كأنها ورقة خضراء، لكن لو كان ذكراً لكان سيبدو ورقة بنية. واو، إن حشرة حسناء الغابة هي أثقل حشرة في العالم، وهذه لم يكتمل نموها بعد. لاحظوا حجمها الكبير. واو، وكأنها تمارس تمرينات التمدد. هذا مضحك. أوه، شكل هذه الحشرة جميل جداً، رائع. واو، انظروا إلى هذه،
نعم، هذه تسمى العنكبوت. واو، إنها عنكبوت كبيرة جداً، وهي من فصيلة عناكب الروتيلاء وردية الوبر. واو، مرحباً، كنت أخاف كثيراً من العناكب، ولكن لم أعد كذلك. هذه العنكبوت أليفة جداً. نعم، فلو جعلتها تمشي على يدي فإنها لن تعضني، لأن هذه العنكبوت لطيفة ولها وبر كثيف يغطيها. انظر إليها، أجل، وهذه العنكبوت أنثى. واو، وعمرها 17 عاماً تقريباً. واو، يا لها من حشرة صغيرة. لا، ليست صغيرة بل كبيرة. واو، ما هذه؟ إنها تسمى خنافس الأزهار الملونة. واو، هي لامعة جداً. أجل، فهي ملونة بلونين هما الأخضر والأصفر. واو، وللذكور قرنان في الرأس هنا في الأعلى، يبدو أن لونهما أحمر أو برتقالي. رائع، تمشي فوق قطعة الخشب. إنها تحب تناول الفاكهة. يام، أنا أحب الفاكهة أيضاً. واو، شاهدوا الآن بعض الحشرات القشرية على قطعة الزجاج هذه. أجل، إنها تسمى الحلزون. واو، جميلة، انظروا، هي لطيفة جداً. هل ترون القوقعة؟ تساعد على حمايتها. واو، هذه الحلزونة من جزيرة تاهيتي. واو، أحب تاهيتي، إنه مكان مشمس جميل. حسناً، لم يبقى شيء منها في البرية، بل هي في حدائق الحيوانات أو المحمية فقط، ونسعى جاهدين لإعادتها إلى موطنها الأصلي. لكن الآن يمكننا مراقبتها وهي تتناول غذاءها. مرحباً. ألم نقضي وقتاً ممتعاً في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن؟ بلى، استمتعنا حقاً. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLI PPI فليبي. أحسنتم، أنا سأكمل يومي مع الحيوانات هنا. إلى اللقاء. عشنا أحلى الأوقات، نجني أغلى الثمرات. فليبي فليبي، ما أثرى المعلومات، نجنيها من حلقات. فليبي.